السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي الغاليات، نتمنى يا ربي اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بطريقه تحضير الطبق اللي كنحبوه جميعا واللي هو المكرونه. اليوم ان شاء الله غادي نشاركها معكم بطريقتي، يعني غادي نعطيوها واحد المذاق هائل ومميز، واللي يمكن لكم انكم تقدموها كفكره للعشاء سريعه ولذيذه ومغذيه، وانا اكيد انكم ان شاء الله منين غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. وندوزو ان شاء الله دابا نتعرفوا على المقادير. فان شاء الله بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، عندي هنا واحد جوج حبات ديال البصل متوسطتين ديال الحجم اللي خديتهم هكا وقطعتهم او مفرومين ناعمه، اللي يمكن لكم انكم فقط تحكوهم الا بغيتو. عندي هنا واحد جوج معلقات كبار خليط ما بين القزبر والمعدنوس. غادي نحتاجو هنا واحد الكميه من اللحم اللي كما كتلاحظوا قطعتوها كشرائح طويله ورقيقه، اللي يمكن لكم تعوضوه اكيد بالدجاج باللحم المفروم كويرات، تعوضوه بالديك الرومي، مهم انهم يكونوا هكا طريفات اللي كيكونوا مقطعين صغار. غادي نحتاجو هنا واحد جوج حبات ديال طماطم كبيرتي الحجم اللي تهما قطعتهم هكا كرقاق، اللي يمكن لكم اكيد تهما تحكوهم. 3 فصوص من الثوم، انا كيتعجبني نزيد يعني الثومه تكون بزايد، الا بغيتو تعملوا غير جوج كيبقى لكم الاختيار. عندي هنا ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم. هنايا عندي واحد المعلقه صغيره مع مراش ديال التوابل الهنديه واللي هي الكاري او الكوري، يعني كل واحد اش كيسمي، اللي تبارك الله دابا ولات متوفره، يعني هاد الكوري ولات متوفره في يعني في عده دول سواء عربيه او اجنبيه، يعني فين ما مشيتي وليتي كتلقايهم، وكيعطيو صراحه واحد الطعم رائع للاكل يعني مختلف. وهنا غادي نحتاجو الملح اللي كيبقى حسب الذوق، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، ملعقه صغيره غير مملوءه من الكركم او الخرقوم. عندي هنا كذلك واحد الملعقه صغيره ديال البهارات السبع او بهارات ديال راس الحانوت، اللي كما كنقولوا في المغرب راس الحانوت تما كيجيو زوينين، خاصه في يعني في هاد مثل هاد الماكولات او هاد الاطباق. وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال سكينجبير او الزنجبيل، وهذه كل المكونات. وندوزو ان شاء الله دابا للطريقه، وقبل يعني عفوا قبل ما نبدا، انا غادي نحتاج اليوم بالنسبه للمكرونه غادي نستعمل هاد النوع هذا، هو اللي موجود عندي، يمكن لكم تستعملوا اي نوع يعني عندكم في البيت، فما كلهم غادي يجيو زوينين ان شاء الله. وندوزو ان شاء الله دابا للطريقه. فدابا ان شاء الله هكا خديت واحد الطنجره اللي غادي نضع فيها تقريبا واحد 4 معالق الى 5 معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نضيف ليها دوك البصل، غادي نضيف الطماطم، هنايا دوك 3 فصوص ديال الثومه ها هما راه حكيتهم صافي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نضيفو هذاك اللحم، وغادي نضيفو جميع التوابل اللي شاركت معكم في المقادير، مع ديك المعلقه كبيره اكيد ديال مركز الطماطم. غادي نحاولوا اننا نشحروا مزيان هاد المقادير او هاد المكونات. وصافي دابا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نخليو هاد المكونات يتشحروا مزيان مع بعضياتهم على الاقل واحد 5 الى 6 دقائق. غادي نغلقوا عليهم ونخليوها هكا نار لمتوسطه، وان شاء الله حتى يتشحروا ونرجعوا نتلاقاو مع بعضياتنا. ودابا هنا البنات كما كتلاحظوا بعد ما خليتهم يتشحروا مزيان حتى داك الحماس يعني بداو كيتحمروا بدا كيدخلهم شويه الطياب، دابا عاد غادي ناخذ هذوك جوج معلقات خليط ديال القزبر والمعدنوس غادي نضيفهم، وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نحاول انني نمرق، ناخذ ماء اللي يكون ساخن، كنأكد عاد مرنا نزيدوا الماء بارد على الاكل سخون، وصافي غادي نحاولوا هكا نمرقوا تقريبا واحد نصف لتر. وان شاء الله دابا عاد غادي نسدو الطنجره ونحسبوا تقريبا غير واحد 10 دقائق، لان اللحم كما كتشوفوا راه ديجا بدا كيدخلوا الطياب، واحد 10 دقائق راه كافيه غادي يكون طاب، ونلتقيو بعد ذلك. ودابا هنا البنات بعد ما صافي حسبت 10 دقائق وحسيت ان صافي اللحم طاب، يعني كما كتشوفوا غادي نهزو غادي ناخذ واحد السكين، شوف هو يعني ولفتي
دابا ان شاء الله اش غادي نديرو المرحله الثانيه، وهي اننا غادي ناخذ هكا واحد الصفايه واحد الطبق. انا هذه طريقتي، اللي بغيتو نتوما تعملوا طريقه اخرى انكم يعني طاب اللحم تزيدوا عليه المكرونيه وتزيدوا تمرقوا وتخليوا كلشي طيب مع بعضياته. انا كيعجبني انني نفرق اللحم، يعني هذاك اللحمات اللي طابوا غادي نحاول هكا نصفيهم هكا في حط بسيط، وقعد غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نمرق ونزيد هذيك المكرونه طيب مازال مع الماء. ما صفيت مزيان هذوك الحماس، غادي نغطي عليهم بشي حاجه باش يبقاو ليا سخان على ما توجد لنا المكرونيه. وهنايا بقات لينا غير ديك الدغميره ديال البصله والطماطم، يعني حاولت انني نصفيهم مزيان كاع دوك قطع اللحم، يعني بقات لنا غير الدغميره. ان شاء الله دابا اش غادي نديرو، غادي نزيدو نمرقو عليها بماء لي مغلي، ضروري ماء مغلي باش ان شاء الله. ودابا ان شاء الله يعني غادي نزيد نضيف واحد الرشه خفيفه ديال الفلفل الاسود مع رشه خفيفه ديال الملح، يعني باش تجينا العطريه يعني مزيانه. وغادي نزيدو غير واحد شويه ديال الخرقوم. المهم نتوما يعني عينكم ميزانكم، الا شفتو ناقصكم العطريه زيدوا شويه شويه من كل حاجه من العطريه اللي يعني طيبنا فيها اللحم. وغادي ندوز باش غادي نضيف هذيك المكرونه. صافي، ودابا ان شاء الله غادي نسدو الطنجره مره اخرى ونخليوها طيب. اكيد دائما يعني كنراقبوها باش نشوفوها يعني منين وصلت يعني خدات حقها في الطياب. ان شاء الله غادي ندوزو باش نكتشفو مع بعضنا الشكل النهائي. وبهذا الغزالات بعد ما صبح الطبق ديالنا جاهز، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. صراحه ما غاديش نشكروا لكم بزاف، ولكن راه فعلا كيجي رائع جدا، الرائحه طالعه كتشهي. وانا صراحه يعني كيعجبوني بزاف هالانواع ديال الاطباق، خاصه اللي فيهم مكرونه بجميع انواعها، سواء بالدجاج سواء بالكفته سواء يعني بالصلصات البيضاء. ولكن هذا الطبق يعني من بين احسن الاطباق اللي جربت، لان فعلا يعني هذوك التوابل اللي خدمنا بهم كيعطيو واحد الطعم مميز خاصه مع اللحم. ونتمنى فعلا انكم تجربوا، كيكون يعني كفكره للعشاء رائع جدا. يعني كما تبعتوا معايا ساهل مهل، ما كياخذش وقت كبير، ما كياخذش منا مجهود كبير التحضير ديالو. انا اكيد ان شاء الله الا جربتوه غادي تستمتعوا به بزاف نتوما وعائلاتكم ووليداتكم. ولا عجبكم دائما ما عجبتكم فكره اليوم، ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم، تركوا لي تعليقكم واقتراحاتكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وتشاركوا في القناه اللي كنتوا اول مره كتشاهدوني. مرحبا بكم، غادي تنوروني. وبقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.